مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع سقوط أمطار غزيرة على القسيم والجوف، أيضا هناك عواصف رملية متوقعة، هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح، وأيضا هناك زخات متفرقة من المطر على منطقة جدة. أما المناطق أو الخرائط التي تمثل سقوط الأمطار وأماكن سقوط الأمطار، فنلاحظ أن هذا اللون الأزرق يمثل المناطق التي ستتعرض لتساقط أمطار، المناطق الشمالية شمال حفر الباطن، الرفحاء، إسكاكا، عرعر، المناطق الشمالية، أيضا المناطق الوسطى مثل بريدة وأيضا المدينة المنورة، وممكن تصل أمطار وزخات رعدية إلى منطقة مكة المكرمة وأيضا إلى منطقة شمال وغرب الرياض أيضا، ثم تمتد تدريجيا مساء يوم الأحد وليلة الأحد على الاثنين لتشمل المناطق الوسطى، قد تكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه، وتمتد أيضا تدريجيا لتصل إلى بعض المناطق الجنوبية وحول مكة المكرمة، وبالتالي تكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وتقترب من الرياض، ممكن أن سقوط زخات رعدية من المطر في الرياض والمناطق الجنوبية ومنطقة نجران وبريدة ومنطقة حفر الباطن. المناطق الخرائط التي تمثل سرعة الرياح، بنلاحظ هذا اللون الأحمر يمثل الرياح شديدة السرعة والمثيرة الغبار والأتربة والتي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، نلاحظها في المناطق الشمالية والغربية وبعض المناطق الوسطى تدريجيا، تمتد لتشمل مع الوقت معظم مناطق المملكة والمناطق الجنوبية والشرقية والشمالية، وبالتالي هناك أجواء مغبرة مثيرة أيضا تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. طبعا الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا في الرياض، أيضا غائمة جزئيا، الصغرى المتوقعة في الرياض 26 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم الأحد أجواء غائمة جزئيا في الرياض، أجواء حارة نسبيا إلى حارة، العظمى المتوقعة 37، لكن ليلة الأحد على الاثنين أو الأحد ليلا أجواء غائمة جزئيا، هناك احتمال لسقوط زخات متفرقة من المطر، والصورة المتوقعة 25 درجة مئوية. يوم الاثنين أجواء مغبرة مشمسة، ظهور بعض السحب مع انخفاض على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا، العظمى المتوقعة 32، لكن يوم الاثنين ليلا أجواء غائمة جزئيا ومغبرة مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر، والصورة المتوقعة 24 درجة مئوية. يوم الثلاثاء استقرار على الأجواء، أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، حارة نسبيا نهارا لكنها معتدلة ليلا، العظمى المتوقعة في الرياض يوم الثلاثاء 35 والصغرى المتوقعة 25 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى في مختلف المدن، فنلاحظ أن المناطق الشمالية إسكاكا وعرعر أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر، العظمى 31 في إسكاكا والصغرى 19، بينما العظمى في عرعر 27 والصغرى 17 درجة مئوية، تبوك أجواء غائمة جزئيا 32-20 درجة مئوية. المناطق الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع احتمال وفرصة لسقوط زخات رعدية من المطر في المدينة المنورة ومكة وطائف، مكة المكرمة وأيضا جدة زخات رعدية، المدينة المنورة العظمى 35 والصغرى 24، جدة 35-28، مكة المكرمة العظمى 40 والصغرى 25، الطائف 28-18 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الجنوبية الغربية، الباحة وأبها أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر تكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد،
والعظمى في الباحة 24 والصغرى 15، أبها 25 16، جازان أجواء حارة نسبيا، العظمى 34 والصغرى 29 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة حفر الباطن أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رعدية من المطر، العظمى 31 والصغرى 24، الدمام أجواء غائمة جزئيا وحارة نسبيا 35 24، والإحساء غائمة جزئيا وحارة، والعظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية. المناطق الوسطى تقريبا حائل أجواء مغبرة وكذلك بريدة، وأيضا الحائل العظمى 29 والصغرى 19، بريدة أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رعدية من المطر 27-22، الرياض أجواء غائمة جزئيا والعظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية. مشاهدينا، نتمنى للجميع السلامة، وشكرا لمتابعتكم، ولكم أجمل تحية من طقس العرب.